القومية للتأمينات تحدد مواعيد صرف المعاشات شهر سبتمبر 2020. أهلا بكم، أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي في اليوم الأول من شهر سبتمبر. مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2020. حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مواعيد صرف المعاشات وفقا للشرائح الآتية: 1000 جنيه فأقل ليوم الثلاث الموافق الثاني يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر 2020 ويوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر سبتمبر 2020، أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر لغاية يوم الحد الموافق 6 سبتمبر، أكثر من 2000 جنيه هيتم صرفها يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر ويوم الثلاثاء 8 سبتمبر، أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف هيتم الصرف ليهم يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف. بينما أكدت الهيئة ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لجميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنب للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة. القومية للتأمينات